برعاية معالي الشيخ هشام بن عبد الرحمن الخليفة محافظ محافظة العاصمة، انطلقت فعاليات مهرجان البحرين للسيارات 2018 بنسخته الأولى في البحرين الذي يستمر حتى 21 من يناير الجاري. وسط أجواء شتوية وموسيقى عالمية، انطلقت فعاليات مهرجان البحرين للسيارات، والذي يتولى على مدار 4 أيام عرض كل ما هو جديد في عالم السيارات الجديدة منها والكلاسيكية. ففي كل يوم يكون الجمهور على موعد مع مجموعة من الفعاليات المتنوعة والممتعة لتشبع شغفهم. فهذا الحدث يعتبر مركز جذب لكل من المصنعين والعملاء وجمهور الزوار على حد سواء، من خلال تلبية الفعاليات متطلبات كل الأطراف ضمن إطار ترفيهي غير تقليدي. لا شك أنه بيقدم الكثير والجديد، أنه جمع الوكالات السيارات تحت سقف واحد ويعطي فرصة للزائر أن يطلع على آخر التطورات، وأيضا إطلاق بعض السيارات الموديلات الجديدة في هذا المعرض، وأيضا هناك قسم خاص للسيارات الكولكترز أو اللي هي طبعا سواء كانت السيارات الرياضية وغير الرياضية اللي يهتم الشباب بها، فبيكون له فرصة بعد ذي يطلع عليها. موقع المهرجان يمثل خطة استراتيجية لجذب السياحة والترويج للعروض الحصرية اللي بتصير أثناء فترة المهرجان، إضافة لكل الانشورنس كامباني، شركات تأمين، البنوك تحت سقف واحد، فالراغبين بشراء سيارة أفضل فرصة لهم أن يقتنون سيارة خلال مهرجان البحرين للسيارات. مشاركة واسعة لمجموعة من الشركات الكبرى والرائدة في مجال صناعة السيارات على المستوى العالمي، والتي أزاحت الستار عن أحدث الموديلات والعروض الحصرية. طبعا لا يخفى عنكم أن اليوم الواحد يغري الزبائن بطرق عديدة غير السعر، وواحد من الإغراءات أن توفر له محل سهل أن واحد يوصل له في منطقة تجارية، وهذه السهالة هذه يمكن تشجع الزبون انه يشتري سيارة. ومع هالسهالات ان شاء الله في بعد عروض خاصة بس حق هالمعرض. وجهة شبابية عائلية بامتياز، تجمع كافة أشكال المتعة في مكان واحد، وأتاحت الفرصة لزوارها لإيجاد كل ما يبحثون عنه في مكان واحد ضمن حدث مميز هو الأول من نوعه في مملكة البحرين، فضلا عن إنه فتح الباب على مصراعيه أمام الشباب البحريني للتواصل مع الجمهور بشكل مباشر. طبعا هذه المهرجانات يعني ساعدت الشباب البحرينيين مثلنا الفاتحين مطاعم الوجبات السريعة على أنهم يتواصلون مع الجمهور بشكل مباشر يعني، فإحنا كبحرينيين استفدنا، والشكر لهم صراحة يعني على هذا المجهود. معرض منسق ومرتب، وعندكم الألعاب والترفيه حق الأطفال، عندكم اللي هو المطاعم اللي هو نشوف فيه قدرات شباب والبحريني، ونشوف حوافزهم ونشوف أفكارهم الطيبة، وما شاء الله نشوف السيارات وترتيب السيارات، ما شاء الله المعرض جدا ممتاز. هذا المهرجان في موسمه الأول سيكون الوجهة الأبرز لهواة وعشاق السيارات بمختلف أنواعها وأشكالها. عروض حصرية، برامج ترفيهية اجتمعت تحت سقف واحد في مهرجان البحرين للسيارات لتكون الوجهة الأبرز على مدار 4 أيام لمحبي السيارات. خولة القرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.